اتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي أهلكم وأولادكم، واعلموا أن دعاة التغريب من الخارج والداخل يريدون أن يخرجوا المرأة على شرائع الإسلام، وأن يلبسوها لباس الغرب، وأن يخلعوا عنها كل حياء وحشمة، وأن تصبح مثل المرأة الكافرة. يريدون هذا، ولذلك تكلموا في الحجاب، تكلموا في الاختلاط، تكلموا في سفر المرأة التي قيدها الشارع وحددها. يريدون أن يطلقوا المرأة، يريدون أن يطلقوا المرأة من كل حكم شرعي يصونها ويحميها ويحفظها، وأن تكون مثل المرأة الغربية، مثل المرأة الكافرة، لا أخلاق ولا دين ولا حيا ولا عفة، كالبهيمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لما علم الأعداء وعلمت النساء الفاسقات والمنافقات أن هذه البلاد ملتزمة بالعباءة، والعباءة ستر فوق الثياب، ستر فوق الثياب مثل الجلباب، يدنين من جلابيبهن. الجلباب هو الجلال الكبير الذي يغطي المرأة من رأسها إلى قدميها، يضفي على ثيابها فوق الثياب، ستر فوق ستر، العباءة مثله. لما علموا أن المرأة في هذه البلاد لا تترك العباءة، غيروا العباءة وجعلوها لباس فتنة، طرزوها وزينوها وخصروها ورققوها حتى أصبحت لا لو تسلم منها المرأة لكان خيرا لها. فاتقوا الله عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من الرجال مؤمنون ومنافقون ومشركون، وذكر أن من النساء مؤمنات ومشركات ومنافقات. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إلى أن قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.